رأيك فيما يقوله الأستاذ حسين بيش ضيفي من واشنطن؟ أضيف إليه يعني ما تل أبيب ونتنياهو قال أنه سيقضي على حماس وأطلق عملية رفح، وكما قال السيد حسين بيش الحرب مستمرة وحماس قادرة على القتال وتسقط عدد، بينما يعني تل أبيب في النهاية تستهدف الأطفال في المدارس ويموت الضحايا الأبرياء. يعني لا لا لا، أعطيني فرصة بس لا تقاطعني بكل ما قاله السيد حسين. أنا أريد أن أصححه أن حتى بايدن صحح ما قال على على نتنياهو بأنه يريد إطالة الحرب لدواعي سياسية، ثم صحح هذا الكلام، وهذا هذا الشيء أريد أن أصحح السيد حسين. بكل ما يتعلق دكتور حامد، أنت فقط توجه انتقادات الى اسرائيل. اين لماذا تتغاضى؟ رد على الاسئله وما تكلمنيش، ما تتعقبش عليا ورد على اسئله. سيد إيلي، انت طلبت مني الا اقاطعك وانا وجهت لك سؤالا، وما تتكلمش عليا ولا على ارائي. دكتور حامد، ما تتكلمش عليا ولا على ارائي. دكتور حامد، دعني ارد عليك. سيد إيلي، الجرائم في حق الاطفال الفلسطينيين. سيد إيلي، دكتور حامد لو سمحت لطفا، دكتور حامد دعني اتحدث الى السيد إيلي. سيد إيلي، رد على سؤالي الذي وجهته. 20 نفقا 20. سيد إيلي، انا سالت سؤال محدد ارجو ان تجيب عليه، ودعك من ما قاله دكتور حامد. المنهجة الاسرائيليه فتحت ابوابها في تل ابيب، مدرسة الكذب الممنهج فتحت أبوابها في تل أبيب، وقفاكم كذبا. لا 20 نفق ولا نفق، هات لي صورة واحدة بس النفق. سيد إيلي، واضح على دكتور حامد، رجاء أرجوك. سيد إيلي، دعك مما قاله دكتور حامد، أجب على سؤالي رجاء. أنت قليل الأدب دكتور. لا 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 لا، لا أسمح لك سيد إيلي أن توجه حوار. لا سيد إيلي، عذرا لا أسمح لك بتوجيه. لا أسمح لك، لا، هذا الأمر غير شخصي. أنا سألت دكتور إيلي، دعك من دكتور حامد، أجب على سؤالي الذي وجهته إليك. نعم الآن انت عارف ان انا ممكن ارد عليك. دكتور حامد، خلاص فقط انتهى الامر. دكتور حامد رجاءً انتهى الامر. اجب سيد إيلي، ممكن تسال السؤال. سالتك، نتنياهو قال انه سيقضي على حماس ودخل الى شمال القطاع والى جنوبه واطلق عمليه رفح بذريعه ان حماس موجوده وحماس ما زالت تقاتله داخل القطاع، وكل ما يقوم به قصف للمدارس التي يروح ضحيتها الابرياء. اسمع، اولا لا يكون هناك استهداف الابرياء، كما راينا اليوم ان في مدرسه أونرا تحصن اكثر من 20 او 30 من عناصر النخبه في هذه المدرسه، وهم استخدموا. وان يكن من ماتوا 45 من المدنيين سيد إيلي، وان يكن نفترض ذلك، هل هذا مبرر؟ سيدي المحترم، أرجوك لا تقاطعني. لا، أنا أتداخل معك، هذا حوار أخذ وعطاء. سيد إيلي، خليني أرد. تفضل. لذلك هم استخدموا في هذه المدرسة، مدرسة أونرا، كدروع بشرية للسكان، وإسرائيل أجلت أكثر من مرة مرتين استهداف هذه المدرسة وعناصر النخبة بسبب تواجد سكان أبرياء هناك في هذه المدرسة. ثانياً، إسرائيل قضت حتى الآن أكثر من نصف من القوة العسكرية لحركة حماس. اليوم حركة حماس لا تتواجد مثل ما كانت في 7 من أكتوبر. اليوم حركة حماس تواصل الحرب ضد إسرائيل بكر وهرب. يعني بمعنى أنه لا تتواجد القوات التي كانت في حماس. كان اليوم، حتى اليوم إسرائيل قضت على أكثر من 14,000 من عناصر حركة حماس. واليوم تبقت بعض الفرق في منطقة رفح التي مصر رفضت وعارضت الدخول إسرائيل إلى هذه المدينة، خشية أن إسرائيل تكشف ما قامت به مصر من اختباء وتغاضي أن هناك أكثر. جيد، وصلت الفكرة. سأعود إلى الدكتور حامد للرد عليك لأنك تتحدث عن مصر. يعني تفضل، وصلت الفكرة. سيد إيلي، وصلت فكرتك سيد إيلي، رجاء تفضل دكتور حامد.
تفضل. شريان الحياة لحركة وصلت حماس، وصلت الفكرة. تهريب الأسلحة. جيد جيد، دع الرجل يرد يا سيد إيلي، أنت ليس ضيف وحدك في هذا اللقاء. تفضل دكتور حامد. دكتور حامد تفضل. طبعا يا أستاذ سعد، هو تطاول علي وأنا احتراما لقناة العربية الحدث، ولحضرتك أنا مش هرد عليه. نقدر ذلك، نقدر ذلك، نقدر لك ذلك ألف مرة. نقدر لك ذلك ألف مرة، أنا مسح بيه الأرض هو ودولته ألف مرة. نقدر لك ذلك سيد، تفضل. على وقع الأرض الدولة المجرمة التي، والدولة قليلة الأدب، والدولة المجرمة التي ارتكبت كل أنواع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل هي إسرائيل الدولة المجرمة. من قام بقصف مستشفى الأهلي المعمداني؟ من قام بمجزرة الطحين؟ من قام بمحرقة الخيام؟ من قام بقصف مستشفى دوار نابلسي؟ من قام بقتل وقتل الأطفال اليوم في مدرسة النازحين التابعة للأونروا؟ إسرائيل ارتكبت كل أنواع الجرائم وأصبحت دولة مارقة، وأصبح هناك خزيان كبير من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية هي من تتحمل ما نحن فيه الآن، لأنها سمحت لإسرائيل بارتكاب كل أنواع الجرائم. ونرى الكونجرس الأمريكي الذي يتشدق بالديمقراطية يوقع عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تصدر جرائم. نعم. وثائق ووثائق اعتقال بحق. نعم. بحق اعضاء المحكمه وبحق نتنياهو عفوا. نعم. وبالتالي ارى ان كل ما يصدره لنا إلي نسان في اقواله ما هي الا محض اكاذيب. الدوله المصريه نجحت في القضاء على كل الانفاق بشكل كبير في محور فيلادلفيا. نعم. الإعلام الإسرائيلي الذي يقول أنه تم ضبط 20 نفق، يا أستاذ سعد أين هم 20 نفق؟ لماذا صحيح. لم تخرج لنا صور تلك الأنفاق على الشاشات الإعلام العبري؟ نعم، وصلت الفكرة دكتور حامد، فقط ما تبقى لي أود أن أخصصه لضيفي من واشنطن. وصلت فكرتك.